مفاجآت ولحظات عفوية وبدل سايد رام، كل ده شفناه في مهرجان فينيسيا السيد. لقطة عفوية فاجئنا نجوم هوليوود جورج كلوني وبراد بيت برقص على الريد كاربت، ومش بس كده كمان حيوا المصورين على طريقتهم الخاصة وأثبتوا إن العمر مجرد رقم. درجات الحرارة العالية غيرت شكل دعوات فينيسيا السنة دي، وبقت بتتوزع معاها مراوح صغيرة وظهرت مع أكتر من نجمة على الريد كاربت. كيف ماشي، بس انه it's gonna apparently be very useful for me a little bit. مهرجان فينيسيا معروف بالفخامة الكلاسيكية، والليدي جاجا معروفة بالغرابة والإبهار، عشان كده هي كانت صاحبة أكتر إطلالة الناس مستنياها السنة دي، وعرفت بالذكاء تجمع ما بين الغرابة والكلاسيكية وعالم الجو. وأخيرا السيد رام ببدلة وببيون كان أول كلب بلدي مصري بيعرض فيلمه السنة دي في مهرجان فينيسيا.